شهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء انطلاق مرحلة التجارب التأهيلية من جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية في نسختها 14 في الفترة من 6 إلى 8 من أبريل كأول سباق ليلي لهذا الموسم وثاني جولة من جولات بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لهذا العام. وقد نوه سموه حفظه الله لدى لقائه اليوم بالفرق المشاركة والجماهير بما لمسه من استعدادات كبيرة لسباق جائزة البحرين الكبرى، مبديا سموه ارتياحه للأجواء الطيبة والمتميزة التي يبرز بها التنظيم للسباق والفعاليات المصاحبة له.